بسم الله الرحمن الرحيم. فضلاً ادعمنا بالاشتراك في القناة. Please subscribe to the channel. Abonnez-vous dans la chaîne s'il vous plaît. نحو مزيد من التأزم تتجه العلاقات الجزائرية الإسبانية. لهجة حادة يتضمنها بيان وزارة الطاقة الجزائرية وتهديد لمدريد من مغبة تحويل إمدادات الغاز نحو وجهات غير متفق عليها. أما النتيجة فقد تصل إلى حد وقف ضخ الغاز الجزائري نحو إسبانيا. بيان وزارة الطاقة كان واضح، فهو يذكر الطرف الإسباني أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة بيع الغاز الجزائري، وأشدد على الغاز الجزائري الطبيعي الموجه إلى السوق الإسبانية والمتفق عليها ضمن عقود طويلة الأجل بأسعار متفاوض عنها، أكيد أنها أقل من الأسعار الحالية، وبالتالي الطرف الآخر يقوم بعملية تجارية في حالة ما إذا ارتفعت الأسعار يقوم بإعادة بيع في السوق الفورية، وبالتالي هذا إخلال بالالتزامات. تقول الوزارة إنها تلقت بلاغا ببدء إسبانيا الضخ العكسي للغاز عبر الأنبوب الأورو مغاربي، وهو أنبوب متوقف عن العمل منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب. ترفض الجزائر أي تحويل لإمدادات الغاز في قضية تنذر بمزيد من التوتر. الفعل الاقتصادي والتبادل في مجال الطاقة تحديدا يضفي بظلاله على المسائل الدبلوماسية والسياسية. الجزائر لن تسمح في أن تقحم إسبانيا نفسها في الخلافات الموجودة أساسا بين المغرب والجزائر، ولو أن الملف المشترك بين هؤلاء الأطراف جميعا هو ملف الصحراء الغربية، وبالتالي الأمور ستسير نحو المزيد من التأزم. الجزائر ربما ستصعد من خياراتها في الأسابيع القليلة المقبلة. تطورات تأتي في خضم أزمة غاز متصاعدة تشهدها أوروبا. تهديد الجزائر قد يزيد من متاعب مدريد ومعها دول أوروبية أخرى، خصوصا في ظل عزم الجزائر على مراجعة أسعار صادراتها من الطاقة. قبل نهاية العام الماضي كانت الجزائر قد أبلغت زبائنها الأوروبيين بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق الرافضة لأي إعادة بيع للغاز، ومع خطوة إسبانيا الاستفزازية هذه تلوح في الأفق بوادر أزمة دبلوماسية عميقة قد توسع هوة الخلاف بين البلدين وأزمة الطاقة الأوروبية. ياسين لكحل، آر تي، الجزائر.